كما قدم المترشح الحر فارس مسدور شكوى رسمية لدى السلطة المستقلة بخصوص العراقيل التي واجهته خلال عملية جمع استمارات الترشح بعديد الولايات، منتقدا القانون الذي يلزم الحضور الشخصي من أجل توقيع استمارات الترشح. هذا واتهم مسدور اللجان المنصبة حديثا بتحزبها في عديد الولايات. الأمر الآخر، اليوم تقدمنا بشكوى رسمية تتعلق بالخروقات أو العراقيل التي نواجهها على المستوى المحلي خاصة مع البلديات. أول إشكال اشتراط الحضور الشخصي للمرشح، وهذا يعني يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للبلديات المترامية الأطراف، خاصة ما بين القرية والبلدية أحيانا 30 كيلومتر 20 كيلومتر 50 كيلومتر أو أكثر. الجانب الثاني، الموظفين والعمال طيلة الأسبوع الناس خدامة، يعني كيف يمكن أن يذهب للمصادقة على استمارة؟ لاحظنا أنه في التعيينات المتعلقة بالسلطة المحلية لتنظيم الانتخابات تمت بأساليب لا تعكس النية الصادقة في أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة، إلى درجة أن بعض الولايات تم تعيين فيها أناس مرفوضين رفضا شعبيا كبيرا.